يا ربي لك قديش أنا غبية، باب بيتك كان مفتوح وفتت بلا ما سكره، بلكي إجا حرامي. أنا رايحة سكره. مولي. نعم. لمين هاد البيت؟ طبعاً إليك. حلو، وإنتي ضيفة عندي اليوم صح؟ لهيك إنتي ما لازم تعملي شي. أو حذري شو؟ خدي الحلو على الغرفة وأنا رح سكر الباب وبيجي وبجيب معي الزبادي. على فكرة ناندو، بيلبق لك تكوني ست بيت وصاحبة واجب كمان. يلا روحي سكري الباب وجيبي الزبادي فورا. مولي، أنا جبت الزبادي. نانديني، شو هالرسالة هي؟ مولي، بصراحة إنه كنتي رح تطلعي من البيت بلا رجعة بدون ما تخبريني. لا مولي، مو صحيح هالحكي ابدا. هالشي كان بالماضي، بس هلا انا غيرت رايي تماما وما عاد بدي روح. حبيبتي لا تزعلي، ما بيهون علي زعل. مو مشكلة، نقعد. بعرف كتير منيح إنك مو متعودة تتحملي مسؤولية، مانا سهلة أبداً. شو بدي أقول لأقول؟ من لما راح كونال وأنا حاسة بتوتر مو طبيعي. هلأ وعديني إنك ما راح تروحي بلا ما تقليلي. ما رح روح لأي مكان، أنا بوعد. كتير منيح. اليوم كنت كتير زعلانة ومزعوجة، هلكت وأنا دقلك وما تردي. شكلك كنتي مشغولة بمشاكل. على كلين خلينا ننسى الزعل، تعي ناكل. بيقولوا الرز بحليب بيحسن المزاج، تعي ناكل ونحسن مزاجنا. بس بتعرفي شو؟ هالأكلة بتذكرني بكونال. ما بعرف ايمت بيرجع. طيبة، كيف بتطلع معك هيك طيبة؟
نانديني؟ فاجأتك ونسيت أسألك، لمين كنتي عاملتيها؟ شو أعمل؟ في كتير رسائل من مولي، لازم أتصل فيها. هو اشتهيتها فقلت يا بنت قومي واعمليها. برافو عليكي، حظي بجنن. ليكي أنا ذكرت كونال وهو اتصل، شفتي كيف منحس ببعض؟ أنت بتعرف أني كنت عم أحكي عنك؟ أنا قاعدة مع نانديني وبعدين عم أكل مهلبية كتير طيبة هي عملتها بإيدها. غرت؟ إيه مولي، أنا هلأ راجع من المؤتمر عالطريق. عن جد؟ واو، كنت بعرف إنه أنت ما فيك تضل بعيد عني ولا يوم واحد. كنت بعرف إنك ما رح تنبسط. ليش تركتني ورحت؟ طيب ليكي، بشوفك بالبيت ماشي؟ ماشي، بحبك كتير. ناندو، هاد اسمه الحب الحقيقي. أنا هون زعلانة وهو بعيد بس حاسس فيه، لهيك رجع بسرعة. نانديني، كونال قال إنه راجع على البيت وأنا عن جد كتير اشتقت له، لهيك إذا بتسمحيلي أنا رح روح لعنده وبكرة بجي. روحي، هاد البيت بيتك و خدي هدول معك، الكل بيحبها ما هيك؟ عن جد؟ على فكرة كونال رح ينبسط كتير بس يشوفها. بعرف إني مجرم، بس وحياة أغلى شي بحياتي، إني بحبك وما فيني أعيش بلاكي. لا نانديني، كونال بيكون نايم هلا. على فكرة الرز بحليب كتير طيب. شكرا.
صباح الخير. كل عام وأنت بخير. اليوم رح أعمل أكلة تاني. في شي محدد؟ مبارح ما قدرت أعمل لك غير مهلبية. مشتهي شي أكلة؟ كونال، رح تروح على المشفى اليوم؟ حبيبي، تليفونك ما هدي من الرسائل اللي عم تجيك. ايه شوفي لي يا هون. ماشي. لا، يمكن نانديني عم تبعت لي. أكيد كلمة السر لموبايل كونال رح تكون حبيبتي. شوفي. آسف بس بصراحة عندي مريض حالته خطيرة، وأنا طلبت تقارير من المشفى لحالته على أساس رح يبعتوهم، لهيك أكيد هالرسائل من المشفى. أي وليش تلبكت كل هالقد؟ مو مشكلة، صدقني اليوم حلو كتير. واستنى رح تسمع أخبار حلوة. ليش شوفي اليوم؟ اليوم عيد يا شاطر. نسيت. لهيك جهزت لك تيابك. اليوم لازم نحكي فيديو مع بريرنا وإيشانا. روح جهز حالك. تعرفي شو ماما؟ الزينة تبعك بتاخد العقل صدقيني، بس طبعاً لسه في شي ناقص. لو كانت نانديني هون كانت زينت على طريقتها كمان. لهيك طلبت منها تجي. أنا دقيت لها تليفون اليوم قلت لها تعالي اشتقنا لك كتير. مسكينة، شو رح تعمل لحالة بالبيت؟ تجي لعنا وتتسلى. برافو عليك تيتا، مبادرة حلوة. واو، الكل يتطلع وراه لو سمحتوا. كونال مال هوترة طالع حلو ومرتب اليوم. ربي يحميك من العين والحساد. كونال، دق لنانديني إذا بتريد. شغل السبيكر. ليش شوفي؟ إذا طلبت منك ستي تحكي معي يعني احكي معها. ليش كتر الأسئلة يعني؟ لك ابني شبك صفن؟ يلا دقلا وخلصني. نحن عم نشتغل وإيدينا مو نظيفة وما فينا نلق شي بإيدينا، لهيك اتصل أنت فيها. يلا. Thank you.
كونال، ستي اتصلت فيني مشان روح لعندكن على البيت. بس يعني أنا خايفة إنه يصير شيء إذا أجيت لعندكن على البيت. لكي ستي ليكا جنبي ومشغلين السبيكر، خدوا احكوا مع بعضكم. شو هاد نانديني؟ انت خايفه يا بنتي؟ ليش الخوف؟ مو اتصلت فيكي لتيجي لعنا؟ تعالي ورح تنبسطي كتير. ما تتاخري عن الساعه 3، ها؟ بس اذا بتيجي قبل كون مبسوطه اكثر. ما حلوه احدد لك وقت تيجي على بيت اهلك. ماشي ستي تكرمي، رح اجي الساعه 3. رح اجيب معي كم شغله. لا حبيبتي ما في داعي، انت بس تعي. يلا ما تتاخري، ناطرينك بنتي. باي. آسف نانديني، بس ستي طلبت مني دقلك ولهيك اضطريت أحكي. وشو رأيك تلبسي الساري الأحمر تبعك ولا تنسي تجي بابتسامتك الحلوة كرمالي؟ وقفي جنب المراية ورح تنبسطي وقت تشوفي كل هالجمال. ليش طولت مولي كل هالقد؟ كونال اتصل بنانديلي على موبايلة وشف لي وين صارت. حاضر ستي. شو رأيك تلبسي الساري الأحمر تبعك ولا تنسي تجي بابتسامتك الحلوة؟ ناندو؟ واو شو هاد؟ تعي لشوف، طالعة بتاخدي العقل. كيفك براميلا؟ أهلين. ربي يحميكي يا بنتي. تفضلي.
بعضنا. شو ما بتلبسي بيلبق لك، بس الأحمر غير كل الألوان. هذا اللون لون الوردي، واللي لونه أكيد فنان. برافو تيتا شوها، طلعتي شاطرة بالشعر، برافو. تعرفي ناندو، أنا لبست ساري أحمر بناءً على طلب كونال، وطلع من حظي لأنه لبسنا نفس الشيء. شكل أزواقنا عم تتشابه هالفترة. شو كونال؟ شبك ما علقت ولا بحرف؟ شو رأيك بالساري؟ كتير حلو، طالعة بتاخدي العقل. عيونك الحلوين. طيب ما قلت لي شو رأيك بطلت ناندو؟ بالرغم من كل هالجمال وهالأناقة هاي، حاسستها مو واثقة بحالها. قلي، لابق لها الساري ما هيك؟ كمان كتير حلو. أهلين وسهلين، تفضلوا منهم. أهلين، عيد مبارك تيتا. عيدكم مبارك، شرفتونا. شوفي مين معك. عيدكم مبارك، سعد لي مساكم. عيدكم مبارك. أهلين فيكي. إيش شو هاد؟ شو هالساري الأحمر؟ رح يأكل منك شقفة، كتير حلو. كيفك؟ منيحة. كمان لابسة ساري أحمر؟ شي ظريف. بالنهاية أنت متزوجة. تفضلوا خلينا نبلش. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.